موضوعنا هو سلم الارتقاء وبلسم العناء وهو أقصر طريق لتحقيق الذات. موضوعنا عن النجاح. لماذا تقدم الناس وبقيت أنا حيث أنا وكما هو أنا؟ إن الذين يستمتعون بالحياة ويشعرون بقيمة الوقت أولئك الذين لديهم أهداف. هل تمر عليك ليال وأيام وأسابيع وشهور وأنت كما هو أنت؟ هل نظرت إلى نفسك قبل سنة ونظرت لها الآن؟ ما الذي تغير؟ هل تغيرت أو تحسنت أم أنني تأخرت وتدهورت؟ لماذا أخي الأصغر قد تجاوزني وصديقي الأقرب قد فاقني؟ لماذا تقدم الناس وبقيت أنا حيث أنا وكما هو أنا؟ أحمد اللي قبل 5 سنوات ما تغير شيء، الطريق نفسه أمشي معه، والعمل نفسه أقوم به، والروتين نفسه أتجرعه كل يوم، الأصحاب نفسهم ألتقي بهم، المواضيع نفسها أسمعها منهم، حتى أصبحت حياتي نسخة مكررة، يومها كأمسها وغدها كيومها. إنه غياب الهدف. حدد هدفك واستمتع بحياتك وعالج آفة الملل بالجد والطموح والعمل. حدد هدفك وتوكل على ربك واعمل بجهد وجد، فإن الكسل والفراغ يفسد. فالطائرة في الجو قد تتعرض لخطر عند هبوطها أو إقلاعها أو عند تحليقها، ولكنها إذا توقفت في مدرجها فإنها لا محالة ستتعرض لخطر التآكل والصدأ، والبطالة أشد فتكا وربي من الصدأ. حدد هدفك وارسم طموحك، فالمرء عندما يحدد هدفا يملأ عقله ويسكن قلبه ويشغل وقته، فإنه يصبح إنسانا مختلفا من نسج نفسه، يعيش بين الناس ولكن له أرضا خاصة به، يرى فيها ما لا يرون، يرى فيها طموحه وأحلامه وفرصه وآماله في وقت أعمى الكسل أعين الناس من حوله. حدد هدفك واستعن بربك واستمتع بحياتك، فلولا القمة ما صعدنا الجبل، ولولا الجنة لتركنا العمل، ولولا رحمة الله لفقدنا الأمل. فما أنت عليه الآن هو نتيجة لما كنت عليه في الماضي، وما ستكون عليه في المستقبل يتحدد وبشكل كبير على ما أنت عليه الآن. حدد أهدافك وعش حياتك واستمتع بها. حدد أهدافا لك في علاقتك مع الله عز وجل، وأهدافا لك في أسرتك، وأهدافا في عملك، وأهدافا في علاقاتك الاجتماعية، وأهدافا في ثقافتك وجسدك وصحتك وأصدقائك. حدد أهدافك واسعى لتحقيقها، وعندها ستجد أن الدنيا لها طعم آخر، وأن الحياة من أجل هدف سام حياة تستحق أن تعاش. كم هي المعوقات التي تسكن في عقولنا وتتغذى عليها نفوسنا وتتحكم في حياتنا؟ ما أكثر ما نسمع كلمة مستحيل وصعب ولا يمكن، ما أعرف ما أقدر، هذه الكلمات التي لا تصف الواقع بل تصف واقع قائلها وطريقة تفكيره. فلا مستحيل إلا ما كان سنة كونية تجري في كل زمن وعلى كل بشر. إن مساحة الممكن تتسع كلما تعلمنا أكثر وجربنا أكثر وحاولنا أكثر، أما التردد والتشاؤم فيصبغ كل ما حوله بصبغة المستحيل المتعذر. إن الاستحالة شيء نسبي يقاس على الفرد نفسه، فما هو مستحيل علي ممكن لغيري، ويبقى السؤال لماذا هو إذن ممكن لغيري؟ هل ناقشت نفسك؟ لماذا استطاع فلان أن يفعل ذلك ولم أستطع أنا؟ والقاعدة تقول إن ما هو ممكن لغيري ممكن لي إذا فعلت ما فعل وبذلت ما بذل. إن الرجل الذي لا يعرف السباحة مستحيل أن يقطع النهر، ولكن لو تدرب وتعلم كغيره لأصبح المستحيل بالنسبة له ممكنا. إن المعتقدات هي تعميمات تشكلت من خلال تجارب ماضية، وهذه المعتقدات تتدخل في رسم صورة لأنفسنا ونوعية ردود أفعالنا تجاه المستقبل. معتقداتنا التي في عقولنا تشكلت بسبب تجارب مررنا بها، هذه المعتقدات أصبحت ترسم صورة داخلية لأنفسنا. إن كانت معتقداتنا إيجابية ستكون هذه الصورة مشرقة وإيجابية، وإن كانت سلبية قطعا ستكون هذه الصورة سلبية. وأيضا هذه المعتقدات أصبحت لا تتدخل في رسم الصورة فقط، وإنما أيضا تختار نوعية ردود أفعالنا مستقبلا تجاه أمر من الأمور. فمن اعتقد أنه ضعيف الذاكرة بسبب مواقف وتجارب في الماضي مرت به، فسترتسم في ذهنه صورة الضعف، وستكون ردة فعله إذا طلب منه أن يحفظ شيئا مطابقة لمعتقده، وبالتالي سيتعذر بالاستحالة وعدم القدرة. إن حديثك الداخلي لنفسك يشكل حياتك. إن حديثك الداخلي لنفسك يشكل حياتك. يقول ابن القيم في كلام عجيب بديع كعادته، مبدأ كل علم، تأمل هذا الكلام، مبدأ كل علم أو عمل الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو للإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل. فالفكرة
ترسم لي تصورا، تصورا ما، وهذا التصور يبعث ويحرك الإرادة عندي، وهذه الإرادة تدفعني للعمل. فأسألك بالله، من كانت أفكاره وخواطره سلبية وضعيفة فماذا ستكون أفعاله ونتائجه؟ ومن اعتقد في نفسه أنه ناقص قاصر سلبي فاشل فماذا بربك ستكون شخصيته؟ وعندها فلن توجد أي قوة بشرية على وجه الأرض يمكن لها مساعدته وتشجيعه. لا يمكن أيها الأفاضل أن نضع في عقولنا أوهاما ومخاوف ثم نطالب أجسادنا بالشجاعة والإقدام. إن سلوكنا وتصرفاتنا ترجمة لخواطرنا وأفكارنا ومعتقداتنا عن أنفسنا. تفكر بالضعف فأبشر بالضعف، تفكر بالدون فلك الدون والهون. حارب الناقد الداخلي الذي يثبطك ويحاول إعاقتك وتخذيلك، واستعن بالله عليه. يقول ابن الجوزي: إن رأيت تثبيطا من الباطن فاستغذ بعون لطيف لعلك تتعلق بقطار المجتمع.